المرض بدأ الآن. الحشرة القرمزية آفة انقضت على 50% من أشجار الصبار في محافظة إربد. يتفشى المرض سريعا بين الأشجار ويقضي على ألواح الصبر وثمارها. مزارعون فقدوا الأشجار كافة في حقولهم خلال عامين مع انتشار المرض. من عمري 60 سنة ما مرق يعني خراب زي السنتين اللي مضوا. عندنا 9 دلومات وكليات انخربن ولا استفدنا منهن ولا شيء، كل انخربن خراب كامل. كنت أبيع 1500 دينار صبر سنوي، الآن صرنا نشتري وما لاقيش نشتري حتى، ما فيش نفس اللي توكل الصبر لأنه عليه حشرات. تأثر العام من مرض ما بنعرف شو هو نفسه، والسنة نفس الحكي. الكوز الصبر بصير عليه زي الحمار وبصير نزق زي المي، يعني أي إنسان جفل بطل حد يأكله. أنا عندنا هون بالبلد نسبة بسيطة يعني 70 أو 80%، ضرر كثير الصبر عندنا. وزارة الزراعة عملت على رش المبيدات وتوزيعها على المزارعين، وبينت أنها قدمت الإرشاد للتخفيف من الضرر على الأشجار، ودعت المزارعين إلى ضرورة مكافحتها قبل فوات الأوان وانتشارها على كافة الأجزاء. قمنا بعمل ندوة توعية للمزارعين، منا حملات رش بإربد، حملتين رش بلواء بني كنانة، كمان حملة رش قدمنا فيها المبيدات، المبيد الحشري زائد الزيت الصيفي، وكانت تقريبا شبه ناجحة، أو بتقدر تقول 70-80% نسبة النجاح بمكافحة الحشرة. اللي استفاد من حملات الرش تقريبا داخل المحافظة حوالي 169 مزارع. المناطق اللي انتشر فيها تقريبا تقدر تقول فوق 50% تضررت بشكل كبير. مئات الدنومات مزروعة بالصبار في إربد تتركز زراعتها في ألوية بني كنانة والكرة والقصبة. تضررت هذه الأشجار من الحشرة بشكل كبير، وحرمت عائلات من مصدر رزق كانت تعتمد عليه لسنوات. مكافحة آفة نبات الصبر تتطلب تدخلا باكرا قبل انتشارها، إضافة إلى ضرورة إزالة الأجزاء الجافة وحرقها لمنع وصول الحشرة إلى المزيد من الأشجار، كما أن استخدام المبيد بشكل مبكر يقضي عليها بشكل كامل. أسامة المؤمن، المملكة، إربد.